السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ ده الجزء الثاني من فيديوهات المراجعة النهائية اللي احنا عاملينها على ابلكيشن الإنجليزية للثانوية العامة. طبعا احنا عشان الناس تبقى فاهمة نظام المراجعة ماشي ازاي، احنا قلنا كل اسبوع ان شاء الله هنشتغل 3 يونتس 3 يونتات وتشابتر فصل من القسم. طبعا صعب ان احنا ننزل كل ده في فيديو واحد، فاحنا بنبدأ من يوم الأربعاء، بننزل من أول يوم الأربعاء بدنا ننزل لك الفيديوهات. نزلنا الناس اللي مشتركه على الابلكيشن، نزلنا يونت 1 النهارده ان شاء الله، يونت 2، يونت 3. اي فيديو هنشرح شابتر هتلاقيه موجود من الاربع للجمعه، ده شرح الفيديوهات اللي انت المفروض تتفرج عليها وتحفظ الكلمات. هتبدا انت من اول يوم الجمعه تراجع الكلمات، كلمات يونت 1، كلمات يونت 2، 3، تراجع الكلمات اللي موجوده في ذا بيست وتبدا تحل كتاب ذا بيست معاك. هتلاقي مثلا من يوم السبت او يوم الاحد في فيديوهات حل كتاب ذا بيست نازله لك على الابلكيشن، هتتفرج على الفيديو وتعلم لنفسك. في جزء فيديو مهم جدا موجود كل مراجعه واللي احنا هنشتغل فيه النهارده، يعني انت عندك على تقدر تتفرج على الفيديو ده من خلال الابلكيشن، هتلاقي فيه يونت 1، يونت 2، يونت 3. وفي بقى الفيديو بتاع النهارده ده اللي انا مهتم بيه قوي، اللي هو الفيديو بتاع السكيلز المهارات. وطبعا اهم مهاره عندي اللي انا هدربك عليها في الثمان محاضرات دول هي موضوع رايتنج باراجراف، كتابه الباراجراف، وازاي في الامتحان تتعامل مع السؤال ده اللي تقريبا كل الطلبه بتشتكي منه. فهتلاقي في الثمان محاضرات في ثمان فيديوهات لسؤال الباراجراف ده، هيفرق معاك جامد جدا ان انت ان شاء الله بعد المراجعه ما هتخلص هتلاقي نفسك عارف كل حاجه. النهارده يا شباب عايزين نعمل ايه في المراجعه بتاعتنا؟ عايزين نبدا نكتب باراجراف مع بعض ونشوف هنفكر ازاي والاخطاء بتيجي منين وليه بننقص في الباراجراف، واللي عنده مشكله يحاول ان هو يصلحها. زي ما قلت لك احنا شغالين من كتاب ذا بيست مراجعه نهائيه، ولو انت معاك الكتاب هتلاقي ان احنا عندنا في يونت 1 كل يونت عليها تيست. في اول يونت جايب لك موضوعين، طبعا كلنا عارفين ان الباراجراف عايزين منك 120 ووردز، 120 كلمه. الكتاب جايب لك موضوعين، المفروض تختار الموضوع الاسهل وتكتبه. فانا في كل يونت عليها كده اتنين، هختار واحد اكتبه معاك في الفيديو وهدي لك واحد واجب هتكتبه. وفي على الابلكيشن الناس اللي اشتركت في جروب المراجعه النهائيه هتلاقي في رقم بتاع واتس اللي هو الجروب بتاع الواتس، هتبعت انت تكتبه وتبعته عشان يصحح وتاخد درجه وتشوف اخطائك ايه. فالنهارده عندي حاجتين، حاجه اسمها باراجراف عن ذا افكت اوف يوزنج ذا تابلت ات سكولز، ده الموضوع الجديد دلوقتي، النظام التعليمي الجديد، تأثير استخدام التابلت في المدرسة. وهاو تو سولف ذا سيتي اوف ترافيك، ازاي يا شباب نحل كثافة المرور او ازمة المرور اللي هي ازدحام المرور. ناخد احنا الموضوع التقيل مع بعض ونسيب لك الموضوع السهل في البيت. اكيد موضوع السهل هيبقى استخدام التابلت. طب انا عايز اتعلم دلوقتي لو جالي في امتحان ازاي اكتب باراجراف عن مشكله المرور او كثافه المرور. بص يا سنه ثالثه، انا هتعامل معاك في الباراجراف يا ابني بابسط طريقه، ازاي انت تجيب الدرجه اللي هي فيه ان شاء الله، بس ركز معايا. الباراجراف او الباراجراف مش محتاج واحد شاطر قوي قد ما يكون واحد مركز ازاي يكتب. انا عايزك ان شاء الله لما تخش امتحان اخر السنه معلش خد لي معاك قلم رصاص واستيكه كده، وهيبقى في اخر البوكليت صفحه فاضيه كده زي مسويد ده تكتب فيها اللي انت عايزه. أنا عايزك بالعربي تفكر معايا لما أكتب عن مشكلة أزمة المرور دي، أي مشكلة هتجيلك أنا عايزك تعمل لي في أول ما تبدأ كده، أول ما تبدأ يا ابني كتابة الباراجراف عايزك تعمل لي بقى تطلع معايا جدع كده وتحاول تعصر لي دماغك كده بالراحة في الامتحان وتعمل لي زي 10 جمل يساعدونا هنكتب نقول إيه. أي مشكلة ما تكتبليش بقى جمل محفوظة والجو ده، عايزك تبقى متعود كده. أي مشكلة تقول مثلا تعتبر مشكلة أو اللي هي كثافة المرور دي أو الكثافة المرورية من أخطر المشكلات في بلدنا. أنا عايزك تركز لي هتعمل إيه؟ أنا عايزك بسرعة بقلم رصاص في آخر الباراجراف في آخر الكراسة البوكلت بتحاول تعمل لي جمل بسيطة كده، ما تطوليش في الجمل، مش عايز جملة تزيد عن سطر. مش عايز يا سنة تالتة في جملة يكون فيها كلمة صعبة أنت مش عارفها، أخطر المشكلات دي إحنا عارفينها وكثافة المرور موجودة فوق. طيب
ممكن نقول يا جماعة إن كثافة المرور دي، كثافة المرور لها العديد من العيوب. أكيد حافظ كلمة عيوب، دي كلمة بتيجي كتير قوي عندنا، يعني لازم تكون حافظها. معناها كلمة أدفانتج مزايا، وعندنا كلمة اسمها ديس أدفانتجز اللي هي معناها عيوب. تمام يا مستر، سهلة وبسيطة. مستر جملة صغيرة حلوة، اشتغل على الجو ده. طيب هنقول مثلا إن كثافة المرور دي من الحاجات اللي هي بتسببها دي مثلا، أو هي يعني تسبب تلوث الهواء. حلوة سهلة وصغيرة. طب ماشي يا مستر، حلوة بسيطة. تلوث الهواء أكيد عارف إير بوليوشن، وتسبب يعني كولز. عايز أقول مثلا إن بعض الناس أو الكثير من الناس تكون متأخرة عن شغلها أو عملها بسبب كثافة المرور. تمام، كويس جدا. مثلا ممكن مثلا نفقد الكثير من الوقت المهم في الشوارع أو في إشارات المرور. خلي بالك شوية، أنا بتعامل بفكر طالب على فكرة، يعني وانا بكتب الباراجراف ده انا كاني بفكر كاني طالب في ثانويه عامه قاعد في اللجنه، مش عايز استعرض واجيب بقى جمل صعبه واترجم لك، لا انا بحاول اجيب بتفكيرك انت ازاي تقفل الباراجراف باسلوبك انت، بلغتك انت، حتى لو مستواك متوسط. انا عايز في محاضرات الباراجراف دي والنبي سنه ثالثه تركز لي على السؤال ده. السؤال ده عندي اهم من الجرامر، يا شباب احنا بنشرح فيديوهات جرامر وبنجيب لك فنيات وجمل متفوقين، لا انا عندي ده اهم، ده جاي في الامتحان. فالنبي يا جماعه تابعوا فيديوهات الباراجراف ده، وباراجراف تعمله واجي وتبعته لي على الواتس عشان اعلمه واشوف مستواك واقول لك ملحوظات. طيب هنا بقى عمالين نتكلم على ان الطالب عايزك بسرعه في الامتحان افكارك، عارف ذهنك حاضر كده، لازم عندك بالعربي. مشكله المرور دي ازمه كبيره في بلدنا، خلاص ماشي يا مستر. المشكله دي لها كثير من العيوب، ماشي. بتسبب تلوث الهواء، الناس بتضيع بتاخر على شغلها بسبب تلوث المرور ده او تاخر المرور. الناس بتفقد وقت كتير مهم في الشوارع. طب عمالين نتكلم على المشكله، طب ايه اسبابها؟ ان هناك العديد من او عدد كبير العديد من السيارات في شوارعنا، دي من اسباب المرور يا جماعه. طب ايه عايزين بقى مثلا؟ لا توجد اماكن انتظار سيارات للشوارع او في الشوارع، ما دي ازمه، ما فيش جراجات. طب الحل ايه؟ يجب على الحكومة ان تعمل بجد، يجب على الحكومة ان تعمل بجد ليه؟ لحل هذه المشكلة. عندك حاجات كتير، الحكومة يجب ان تبني، دايما نشتغل في الكلام ده، يجب ان تبني ايه؟ كثير من الشوارع الواسعة. تمام، عشان تحل المشكلة يجب ان نشجع الناس للعيش في المدن الجديدة، ما فيهاش أزمة، ما فيهاش شوارع فالزحمة. بص أنا عملت إيه؟ أنا ما كملتش يا شباب 5 دقايق، كان بص أي موضوع كده كنت عامل 10 15 أو 11 جملة، ما فيش فيهم جملة يا ابني بتزيد عن سطر، ما فيش جملة أنا مش فاهم الكلمة اللي فيها باللغة بتاعتي. دي اللي هي بداية الباراجراف في الامتحان. هتقلب لي بقى الصفحة بتاعتنا اللي أنت بقى الحلوة اللي أنت هتحل فيها في الامتحان، وهتيجي تقول لي بقى مستر انا عايز اقفل الباراجراف وعايز استخدم ذكائي، اي موضوع يجي لي هتشتغل ازاي؟ هتيجي يا ابني هنا محدش يبدا من اول السطر. فهموا ان انت راجل فاهم يعني ايه باراجراف، وان الباراجراف في الانجليش بنسيب مسافه كلمه. تعتبر مشكله كثافه المرور. يبقى هبدا يا جماعه اقول ابدا كده كابيتال، بص حرف يبان ازاي ان هو كابيتال، سايب مسافه كلمه، واقول له ذا دن سيتي اوف ترافيك، يعني كثافة المرور. دايما في كلمة عندنا مشهورة جدا اسمها is considered، تعتبر، دي كلمة مشهورة جدا is considered. ولو مش عارف اقول is، one of، واحدة من، one of the، ابدا من اول سطر عادي، one of the most serious، one of the most serious problems، واحدة من اخطر المشكلات in our country، في بلدنا. شوف الجمله جميله ازاي، واحط لك يا ابني فول ستوب وابينها له كده،
اثبت له ان انا فاهم يا سنه ثالثه. بص اللي هيعلم الباراجراف من اول جمله هياخد انطباع عنك ان انت تقفل ولا هينقصك. لا ده انا سايب له مسافه كلمه في الاول بفهمه يعني ايه باراجراف، عامل له حرف كابيتال ومكبره له قوي عشان اقول له ان انا فاهم ان الكابيتال. عندي ازمه الكلمات اللي لازقه ببعضها يا ابني، مثلا اصل خط وحش، انا مش شايف خط بس بص كده اهي، ادي زي ادي، بص اوف، بص ازاي ترافيك، بص كل كلمه لوحدها عشان حتى لو خطك وحش هو يعرف يقرا الكلمه. وزمن الجمله تعتبر مش عارفها، ايز تاكو، ادي يا عم ايز، طيب خلاص كده. وان اوف ذا موست سيريس بروبلمز، معلومه كده، وان اوف اسم جمع ان اور كانتري، حطيت فول ستوب، تمام يا ابني. كثافه المرور لها العديد من العيوب. مستر انا شايف ان حته ايه يعني كثافه المرور لها كثير من العيوب؟ ما مستر يعني انا شايف ان هي جمله صغيره. هنا الذكاء بقى، ما دايما يا جماعه نيجي بقى، بص بقى احط كده اقول له ايه، فروم ماي بوينت اوف فيو، حط لي دي في اي جمله، انت عايز 120 كلمه انا هوصلك لل 120 كلمه اهو، اي باراجراف يجي لك اكتب له الحته دي، هي ست كلمات اهو، فروم ماي بوينت اوف فيو، من وجهه نظري. ات مش هكتب بقى اسم المشكله تاني، هاز يعني ليها الوت اوف، كثير من حاجه اسمها ديس ادفانتجز يعني عيوب. حط يا ابني فول ستوب وبينها له كده اهو. طيب هي تسبب تلوث الهواء، عايزك وانت بتتفرج على الفيديو ده شغل دماغك معايا. هي تلوث اللي هي تلوث كثافه المرور دي ازمه تسبب تلوث الهواء، ما انا هقول ات مش هكررها تاني. طب ما تقول لي مثلا ان فاكت في الحقيقه، يبقى دي تتكتب في اي، بص لك تقولك بالازرق ده، يبقى اي باراجراف شغال معاه في برنامج المراجعه الابلكيشن لازم تبعت لي الكلام ده. In fact we can say that، ممكن نقول ان، اي جمله في الحقيقه يمكن ان نقول ان ات المشكله دي كوز، اقول لك لا تعالى بقى ده انا عايز حته دي، ده هو مفرد يبقى كوزس يسبب، دي لك كده هو دي هلخبطك. A lot of كثير من ده بتسبب لنا، لو عايز قلت تلوث الهواء، ده عايز قلت تسبب تلوث الهواء، يبقى كوزس حاجه اسمها اير بوليوشن، تلوث الهواء، وحط يا ابني فول ستوب. طيب الكثير من الناس تكون متاخره عن شغلها بسبب كثافه المرور. طيب مثلا اقول هنا A lot of people، دايما لما يكون كثير من وجمله خبريه خليك في كلمه A lot of، ما تقولش من، شوف المسافه بين كل كلمه. A lot of people، ناس كتير، are بتكون late for، متأخرة على her work، شغلها، because of، بسبب ايه؟ the density of traffic، يعني أزمة المرور، أو عايز تقول traffic jam، حط full stop. تفقد الناس الكثير من وقتهم في الشوارع. ما انا عايز بقى حاجات اللي بتطول الكلمات دي يا شباب، في حاجه اسمها ان ماي اوبينيون، في رايي، اي باراجراف اكتب ان ماي اوبينيون وحط بعديها كوما ان ماي اوبينيون. A lot of people، ناس كتير، مالهم ناس كتير بيعملوا ايه يا ابني؟ A lot of people يا شباب ويست، بتضيع زير تايم، وقتهم فين يا سنه ثالثه؟ ان ستريتس، في الشوارع. حط يا ابني فول ستوب وخلي ركزوا عشان يعرف ان انت شاطر. هناك العديد من شوارع او من سيارات في الشوارع. ايه بقى يا جماعه كلمه بقى هناك دي؟ عملنا لنا ازمه سنه ثالثه، كل الناس تقول هناك اللي هي كلمه زير يوجد فاوند. لا هناك زير از او زير ار، يبقى هنا زير ار، يوجد زير ار. A lot of، كثير من. A lot of cars، كثير من السيارات. فين يا مستر؟ In our streets، في الشوارع. حط فول ستوب بينها له كده. لا يوجد أماكن انتظار سيارات في الشوارع. طب حط حتة حلوة كده اسمها إن مثلا نو وان، محدش، كان ديناي، اللي مكتوب بالأزرق ده لازم يتكرر في كل باراجراف. نو وان كان ديناي ذات، محدش يقدر ينكر باني. زير ارنت، مفيش، زير ارنت، معلش ما ينكر ان زير ارنت ان ما عندناش. انف
كافي أو ميني إناف باركس يعني جراجات كافية إن أور ستريتس. مفيش جراجات كافية في شوارعنا، حط فول ستوب. الحكومة بقى، الحاجات بقى المهمة، ذا جفرنمنت، الحاجات بقى الثابتة اللي أنت أي موضوع براجراف إلزا الكلام ده، ذا جفرنمنت يا سنة تالتة مالها؟ شد يجب، شد يا ابني مالها؟ شد ورك هارد، لازم تعمل بجد. ليه؟ تو عشان تو ايه؟ لحل هذه المشكلة؟ يبقى تو سولف ذيس بروبلم، يبقى تمشي مع أي حاجة. تمام كده يا مستر، وحط له كده فول ستوب. تمام يا ابني. الحكومة يجب أن تبني، يبقى ذا جفرنمنت برضه هي الحكومة دي كابيتال، أهم حاجة الكابيتال عندي مالها؟ شد يجب بيلد، يجب أن تبني حاجة اسمها a lot of كثير من white streets، كثير من الشوارع الواسعة. تمام، حط فول ستوب. يجب أن نشجع الناس، وشد يجب أن احنا لازم احفظ، لازم احفظ كلمة اسمها encourage، يعني يشجع people، الناس to live، ان هم يعيشوا فين او to move فين، to live يعيشوا in the modern cities، المدن الجديدة، يعيشوا يا جماعة في المدن. كلمة city مدينة جمعها cities. في حاجات بقى يعني بص، يعني ممكن نقول بقى حاجات اللي هي بص تمشي مع اي موضوع، زي بريس الصحافة، الحاجات دي أي موضوع بتنشد يجب، يجب تعمل الصحافة سبوت لايت تلقي الضوء أون على ذا هارم، الضرر أو الأذى أوف بتاع ذيس بروبلم، هذه المشكلة، وحط فول ستوب. يبقى انا دلوقتي بقول لما ابني، لما اجي اكتب باراجراف زي كده في ثانويه عامه، انا ده لو قلت لك طالب متوسط، مش اقول بقى العبقري او المتفوق هيكتب الكلام ده، بس انا مش عايز الشاطر، انا عايز بقى يركز في اللجنه. انت عارف لك ايه؟ اصلا ما بحبش اراجع، لا اصلا ضعيف في الباراجراف. طب ما الامتحان ده انت تقول ده اهم من الجرامر، ما ده جاي جاي في الامتحان. يبقى انا عايزك تفكر، انا فكرت، انا فكرت باسلوبك ايه، بمستواك انت طالب متوسط، ومشيت معاك ازاي وكتبت له باراجراف، يتفرج اخر السنه لما يلاقي هنا حرف كابيتال وهنا فول ستوب باينها له اهي، واللي بعديها كابيتال، وساعدتك بكلمات زرقاء دي هتفضل تمشي في اي موضوع فهتحفظها فتكتر معاك الموضوع. ما استخدمتش كلمه صعبه، ما حاولتش اجيب كلمه صعبه سنه ثالثه عشان ما تقولش اصل انا اصل ده هو مستر اللي بيكتب، لا انا استخدمت اللغه بتاعتك انت، الكلمات اللي انت حافظها، عشان في الاخر لازم تجيب درجه كويسه. وركزت لك حاجات معينه، ادي المسافه، بص خطي وحش يا مستر، بس في مسافه بين الكلمات، كلمات هتقري مستر، فول ستوب عامله ازاي؟ طب بص اللي بعدها، ما حدش يقول اند، اختار بقى الشائعه اند واند وخطي وحش ومش عارف ايه. وفي واحد ما يكتبش باراجراف ولا مره مع المستر بتاعه لغايه ليله الامتحان، المستر ما يقولوش اكتب باراجراف، تعالى علمه لك يا ابني كل اسبوع عشان اشوف مستواك، في عيني تخش يضيع كل ما لما انت تخش وتضيع لك درجتين في الباراجراف، لسه ما بدأناش في الامتحان ولا الصعب ولا السهل، ضاع مني درجتين. طب القطعه؟ يبقى انا هجيب الدرجه كام؟ يبقى لازم اتعلم ان انا اجيب الدرجه النهائيه. ومش عايز نظام بايه؟ طب ما تحفظ لي يا مستر جمل محفوظه تمشي مع اي موضوع، لا انا هبقى ذكي. انا ابدا باسلوبي وادخله في النص الجمل المحفوظه دي عشان يديني الدرجه النهائيه. واحنا كتبنا الطريقه دي كتير، وناس كان عندها تظلم وراحت شافت ورقتها لقت نفسها واخده الدرجه النهائيه في الباراجراف، يبقى احنا كده نجحنا في الموضوع ده. يبقى انا عايز دلوقتي يا شباب الناس تفهم يا ابني احنا عايزين نعمل ايه؟ احنا عايزين نفهم السنة الثالثة انا عايز اشتغل ازاي؟ انا عايز الثمان محاضرات دول ان شاء الله يجيبوا نتيجة بص ممتازة في معاك في كل الانجليزي، تخش بعد الثمان محاضرات دول ان شاء الله تقفل الانجليزي. فانا عامل لك نظام لو مشيت معايا فيه ان شاء الله باذن الله ربنا هيكرمك. اول حاجة بديل الجرامر، الخص لك الجرامر كله. محاضرة تنزل اتفرج على الجرامر مره ومرتين، مستر بيقول دي نقط مهمه بتاع ثانويه عامه اكتبها في كشكول، ما مستر بيقول دي اللي فيها لخبطه، تفتح لي كتاب ذا بيست تراجع لي الكلمات وتحل، وبعد ما تحل روح فاتح لي الفيديو اللي انا هنزله لك بتاع حل الجمل واشرح لك كل جمله جت ازاي ودي غلط، واحسب لي انت في الاخر انت حليت كام جمله غلط وغلطت في ليه، وتعلم على اللي انت غلطت فيه. هتمسك لي بقى في كل يونت عليها تيست، تركز لي في التيست، هحكي لك طبعا فيديو فيه القطع او فيه المحادثه والترجمه،
بس انا دلوقتي عايز منك حاجتين. انا دلوقتي اهو ده باراجراف عن كثافه المرور، عايزك انت بقى في واجب هتعمل لي باراجراف عن تاثير التابلت، تروح ماسك قلم رصاص وتعمل زي ما قلت لك اهو. ايه بقى؟ تلعب التكنولوجيا الحديثه دور هام جدا في التعليم. ادي جمله ماشي يا مستر. دلوقتي يستخدم الطلاب التابلت في المدارس. بالعربي كده تقول مثلا ان الحكومه توزع او تعطي التابلت لطلاب في المرحله الثانويه. يمكن الطلاب يمكن ان يستخدموا التابلت في الحصول على المعلومات. يمكن ان يخش او يدخل مثلا على الانترنت او يستخدم الانترنت. هتعمل لي يا ابني 10 جمل بالشكل ده باسلوبك انت، وهتكتب الباراجراف دوت وهتصوره لي بكاميرا الموبايل. الناس اللي مشتركه في الابلكيشن في كده خانه في الابلكيشن تحت اسمها المراجعه النهائيه. اللي كان مشترك معانا في الابلكيشن طول السنه ده شرح اليونتات، شرح القصه، المهارات، حصص لايف، وخلاص المراجعه النهائيه. هتلاقي فيه طبعا هيبعتوا لك رساله، ده رقم الواتس الجروب اللي معمول للابلكيشن. هتبعت انت اسمك عشان نخش على الجروب ده، هيبدا يقول لك يا ابني فين الواجب اللي عندك؟ هتبعت له يا مستر ادي انا كتبت باراجراف عن التابلت. هيتعلم وهيجي لك الرساله ان انت جبت كذا وركز على كذا وكذا عشان تعرف الدنيا ماشيه ازاي. لو مشينا بقى ان شاء الله في الثمان مراجعات كل مراجعه فيديو زي ده، انا بقول لك ان انت ان شاء الله ربنا هيكرمك ان انت ان شاء الله هتقفل سؤال الايه البرمجه. الناس اللي عايزه تشترك في الابلكيشن هو موجود على جوجل بلاي، اسمه الانجليزيه للثانويه العامه. اسمه كده يا شباب، الانجليزيه للثانويه العامه، ده موجود على جوجل بلاي بتنزله. عايز تعرف طريقه الاشتراك بتخش على الواتس وتبعت كلمه اسمها دريم ريفيجن يعني مراجعه دريم، وعلى رقم اللي هو 0100627 8474. بتبعت كلمه دريم ريفيجن على الواتس على الخط ده، هيبعتوا لك طبعا تفاصيل الاشتراك وتشترك ازاي، وان شاء الله تبقى حاجه كويسه، ان شاء الله تستفاد وتبقى حاجه مفيده. احنا باذلين مجهود جامد يا شباب، ناس قاعده بتتلقى الحاجات دي وناس بتعلم، وفي شركه خاصه بالابلكيشن بتصور الفيديوهات، وفي كل ده في الاخر عشان ربنا يكرمك وفي الاخر تقفل وتجيب درجه نهائيه. ان شاء الله يا جماعه ربنا هيكرمكم ان شاء الله، وكل واحد يسعى. ادام بتسعى وبتتعب اكيد ربنا هيوفقك. اشتغل واكتب باراجراف وابعت وابعت ابعت على الواتس اللي هم يبعتوا لك عليه ده وتعلم وخد درجه. ما تزعلش، الاسبوع الجاي في فيديو تاني للباراجراف، اتفرج وشوف هنعمل ايه، والاسبوع اللي بعده كل مره شوف درجتك بتزيد ولا لا. عايز موضوع كويس عن استخدام التابلت، عايز حرف كابيتال، الفول ستوب، زمن الجمله، الكلمات اللي انا قلت لك عليها، عايز احس ان الفيديو ده جاب نتيجه معاك، وان شاء الله ربنا هيكرمك. والناس اللي بتاخد درس مع مدرس في اي حته، يعني قول للمدرس بتاعك عايز اكتب باراجرافات، انا عايز اتعلم تكتيب باراجراف، علمني يا مستر باراجراف، عشان خاطر برضو ما تسيبش نفسك تخش الامتحان نفسك درجات كتير ضاعت منك على موضوع البرمجه. فيا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو ده. ان شاء الله يا جماعه في فيديوهات نازله بتاعت اليونتات الثانيه على الابلكيشن، ان شاء الله كتاب ذا بيست بيتحل وهينزل على الابلكيشن، وان شاء الله تبقى حاجه كويسه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.